أكم عسل، راح نضبط إن شاء الله خبزة على كيف كيفكم. الخبزة هذه يسمونها خبزة العصرية، يسوونها مع شحاجة كذا حلو بتعجبكم، أنا متأكد أنها بتعجبكم. نبدأ في المقادير، عندي كوب ونص من الدقيق، راح أضيف عليه ملعقة من الخميرة، هذه ملعقة خميرة، أضفنا عليها ملعقة الخميرة، راح أعطيها رشة ملح، هذا هو رشة الملح، وبعد الكوب ونص هذا راح أضيف عليه برضو كوبين من المويه، يعني بنفس كوبين نفس كوب ونص حق الدقيق راح أضيف كوبين من المويه. بسم الله، هذا هو الواحد وهذا ثاني واحد، شفتوا كيف مسرعها؟ أضفنا الدقيق. طيب وش اللي باقي يسويه؟ راح نخلطه أو نحركه، أما بيدينا أو بالملعقة أو بهذا الجميل، شفت الجميل هذا؟ شوفوا كيف، ولا أروع، يسمونها مخوضة. بسم الله، يا سلام، شوف كيف الملعقة هذه جميلة صراحة، تخوض عادم تدين. القوام المناسب للعجينة، كوب ونص من الدقيق على كوبين من الموية وملعقة صغيرة من الخميرة مع رشة الملح، يا سلام. العجينة تاخذ وقت يعني ساعة كذا على بال ما تكون جاهزة. الحين بنروح المزرعة علشان ناخذ حاجة مهمة جدا ونسوي فيها عصريتنا الجميلة جدا. قوطة أو طماطم أو بندورة زي ما يسمونها، راح نقطفها ونسوي فيها أحلى وجبة خفيفة كذا عصرية، نسميها قهوة العصرية، جميلة الوجبة هذه، يسوونها فطور يسوونها عشاء وبرضه في العصريات، أنا متأكد في كثير يعرفها. خلونا نقطف الطماطم أو القوطة أو البندورة، يعني نعطي جميع المسميات. بسم الله، بعدين طماطم حلو جميل، شوف كيف صغير كذا ويناسب اللي راح نسويه بمشيئة الله. يا سلام، حتى هذه شوف كيف. ما شاء الله، راح نسوي طبق كذا كنا نحبه واحنا صغار، اللي هو كشنة الطماطم، كانت الوالدة تسوي لنا في الصباح وفي العصرية إذا جعنا وكذا، وكان جميل جدا من البندورة أو الطماطم اللي خاصة بالمزرعة. فراح نستخدم معها اللي حبة بصلة مقطعة مع فص الثوم وزيت جناين الجوف اللي راح يكون معنا إن شاء الله برضه في الطبخ. نبدأ نسوي اللي هو الكشنة حقتنا الجميلة. أول شيء شغل النار على قدر على حسب أو طاوة على حسب اللي عندكم أو متوفر. راح نضيف أول شيء اللي هو زيت جناين الجوف. طبعا زيت جناين الجوف معروف انه رعايه رسميه عندي زي ما قلت لكم، هو رعايه جميله جدا ورائعه. طيب اخذنا من زيت الزيتون، اضفناه حلي الزيت، راح اضيف على طول البصل. ترى الطبخه دي ما تاخذ وقت، يعني دوب تحط البصل ودايركت يا حمامه. بسم الله، قلب لين يتحمر البصل، خلاص تحمس البصل بما فيه الكفايه. جاء وقت الحين اللي هو البندوره أو الطماطم، ما أدري إيش بني عندنا دورة. بسم الله، يا سلام، أحلى بندورة أو طماطم كذا طازة من المزرعة، حركات ما شاء الله. نضفنا الطماطم على طول ذاب لأنه ما شاء الله مستوي، فذوبان الطماطم الناجح أو المستوي جميل جدا. ذوبنا الطماطم، إيش اللي باقي نضيفه؟ راح اضيف شوية كمون. بسم الله، يعني نص ملعقة ملعقة على حسب الكمية، خلاص، وشوية ملح كفاية هذا الملح عشان نتأكد برضو من الملح. شوف بسم الله، حركة مع بعض، اضفنا كل المكونات، راح اغطيه واتركها لمدة 8 دقائق على نار صغيرة كذا عشان تسبك وتكشل، ممكن طلعنا بأحلى طبق. عندي الطاوة الحين حميتها ما شاء الله تبارك الله، أهم شيء تحمي الطاوة، لا تحطون زيت الله يرحم والديكم. وهذه العجينة اللي سويناها اللي هي المخوضة، شوف كيف، شوف شكلها، يقول بسم الله، نزلها بالكامل، نضيفها هنا، يا سلام، نحركها شوية كذا، خليها على نار عالية في البداية تطلع فقاعات فيها. طبعا انا راح اتركها لمده تقريبا 10 دقائق الين البياض هذا يروح يصير زي اللون هذا اللي في جانب الطاوه، وبعدين نقلب الخبزه. يا ابو قلبي، العشر دقائق انا غطيت عليها بقسطير، شفت القسطير ذا علشان ايش؟ ما شاء الله، شفت الحركه كذا كانها سفنجه. باقي علينا ان بس ايش نقلبها، بس قلبتها ترى احلى جلسه عصريه، قهوه عصريه زي ما قلت لكم، يداب القوطه هذا اهم شيء، والخبز اللي تكلمت برضو عنه اذا طبعا يطلع زي المنفوش كذا، يصلح مع احلى ايداب. ما نقول الا بالعافيه لكم، بس اهم شيء فنجان الشاي ولا اروع.
شوف بيه بالعافية مرة ثانية.